لا يا لا انا من التفضيل اديك شطاطه لا معليش حوس حوس تحت المطرح حوس على إثر تسجيل عناصر بصالحنا بالأمن الحضاري الرابع القبة لقضية تخريب العمدي لملك الغير التي جرت وقائعها بحر الأسبوع الماضي على مستوى حي الكالفار. باشرنا في تحريات حول القضية من أجل توقيف المشتبه فيهم وتحديد هويتهم من أجل تقديمهم إلى النيابة المختصة إقليميا. حيثية هذه القضية ورغم تداولها الواسع عبر موقع التواصل الاجتماعي إلى أن حنكة عناصر مصالحنا تمكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في ضرب وجيز. مواصلة للتحريات وتحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الآخرين، وبعد تنفيذ أذن التفتيش تم ضبط مجموعة من الأسلحة البيضاء بالإضافة إلى كمية من المخدرات بمختلف الأنواع